ايه يوسف كمل. قال لي اقول لي يا دكتور، جربت قبل كده شعور الخوف؟ اكيد طبعا كلنا بنخاف. طب ولما الخوف ده يزيد المفروض اعمل ايه؟ لما الخوف بيزيد بنيجي هنا. انا خايف مني يا دكتور؟ انت ذكي وواعي بمرضك، ودي اكبر مشاكلك. لما عقلك بيغيب بتعرف. انا خايف ان اصحى بكره اكون ناسي ان عندي مشكله، خايف ان انا دلوقتي يكون في حاجات مهمه انا ناسيها. قول لي انت امتى اخر مره شفت حد غيري؟ صحابك او اهلك مثلا؟ مش متاكد بصراحه. مش متاكد بالوقت يعني؟ لا مش متاكد اذا كنت شفت حد ولا لا. انا في ايام بتقع مني بصحى ناسيها. لما وعيك بيرجع لك بتفتكر ايه عن الاوقات دي؟ تغميضه عين، مش رمشه ولا نوم طويل، هي ايد سرحان بالظبط. ممكن افتح بعدها الاقي ان ايام عدت عليا. الموضوع صعب يا دكتور، انا محبوس هنا. تعرف اصعب خصم ممكن تقابله في حياتك هو عقلك، لان عقلك عارف اللي عملته واللي هتعمله، وسهل عليه جدا انه يوريك واقع غير الواقع. انا نسيت الحياه فين يا دكتور؟ يعني مثلا وارد كل كلامنا ده يبقى جوه في دماغي؟ وارد كل شيء وارد. لا كل ده بيحصل، ده موجود ودي موجوده وانا موجود وانت موجود. انا ما بهلوش صح كده. كده اللي انت شايفه وحاسه بيحصل طالما حواسك بتتعامل معاها، اذا هي مهاش هلاوس، هي بالنسبه لك واقع. لا انا عايز اعرف الحقيقه فين، عايز اعرف ايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش. ما هو تعريف الحقيقه اللي انت بتعرفه ده وارد جدا يكون مش حقيقي. اسكت بقى، كفايه. مفيش حد متاكد من حاجه حواليه، تقدر انت تكذب اصلا؟ انت فين دلوقتي؟ مش عارف. انا هنا، المفروض ان انا هنا. هنا ده ممكن يبقى اي حته عقلك بيوديك ليها، ممكن يوديك مكانين او ثلاثه ويقنعك انك موجود فيه. اسكت بقى. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحية. أنت إيه اللي وقفك هنا يا عزيزي؟ خضتني. في 26 أغسطس سنة 1819 نشرت الصحف الأمريكية الخبر التالي: تشارلز لينوكس الحاكم العام لشمال أمريكا البريطانية والدوق الرابع لريتشموند كان في رحلة تفقدية للغابات على ضفاف نهر أوتاوا، وقام خايم هناك هو والمرافقين بتوعه وعملوا بارتي، ولكنه ميل على صديقه الكولونيل كوكبيرن وهو في إيده كاس، وقال له: لا أدري كيف يا كوكبيرن، ولكنني على غير عادات مش قادر استمتع بالنبيذ بتاع الليله، وعندي شعور كده انني لو كنت كلبا فلا بد ان اقتل مثل الكلاب المسعوره. غالبا دي ما مغشوش. ايه يا عم الدوق؟ ايه الافوره دي؟ حاله الدوق بتاعنا يا عزيزي بدات تتدهور لدرجه انه ما عادش قادر يستحمل. ليه؟ لانه ما بقاش قادر يتحمل فكره الميه نفسها، لا للشرب ولا للغير. ولما اتفقوا انه لازم دلوقتي حالا ياخد مركب ويطلع على مونتريال عشان يتعرض على دكتور، ما كانش قادر يقرب من حافه النهر. اي قرب ليه بالميه كان بيدخله في حاله من التشنجات العضليه، ولكنه جمع الكبرياء وصرخ: تشارلز لينوكس عمره ما خاف من اي حاجه، وركب القارب. يعني ايه دوق يخاف من الميه؟ احنا بنهزر ولا ايه؟ في خلال يا عزيزي ثواني كان رجع الشط من تاني وخرج جري من المركب وسط دهشة اللي موجودين. الناس خدوه ودوه بيت ريفي قريب من المكان، لكن حالته فضلت تتدهور لحد ما عادش قادر يستحمل صوت المايك الخرير اللي بنشغل صوته ونقعد نذاكر. فهم شالوه هيلة بيلة زي اي مريض عادي، ما عادش بقى دوخ انجليزي استعماري ولا اي حاجه، وطلعوا بيه اسم الله على مقامك على الزريبه اللي ورا البيت، نيموه على كومه قش. وفي خلال لحظات كان الدوق الرابع لريتشموند سلم الروح. صحيح اللي حصل ده يبدو ليك انه حاجه غريبه، بس خليني اقول لك ده ما كانش حدث نادر وقتها. بالعكس، الناس العاديه قبل الدكاتره في هذا العصر كانوا عارفين الحاله دي وعندهم كمان اسم ليها، وهي حاله الهيدروفوبيا، الرهاب المائي. وده كان اول استخدام طبي للكلمه اليونانيه القديمه فوبيا، او خليني اقول لك هو اول استخدام عموما طبي او لغوي. وقتها في القرن 19 كان هناك شبه اجماع بين الدكاتره والخبراء العاديين اللي اكسبرت انه مرض له علاقه بعضه حيوان. كل عزيمه يغلبه في مريض يقول لك ده تلاقيه عضه كذا، تلاقيه قرب عنف. هو ايه ده؟ اي حاجه. والخبراء العاديين؟ قال لي يا ابو حميد زمان كان في خبراء عاديين وخبراء سبايسي اضافه جبنه. لا عزيزي، خبراء عاديين ده مصطلح موجود في الكتب القديمه، وبيقول لك ان الدكاتره لم يكونوا المعالجين الوحيدين انذاك. كان في الحجام وحلاق الساحه، وكمان كان في ناس نصابه، وكان في صحراء ومش عاوزين. عشان كده رهاب الماء كان بيعامل كمرض مستقل مش عرض لمرض او عدوى، عشان ما كانوش لسه فاهمين فكره العدوى. وكمرض كان ممكن يبقى له اسباب مختلفه، واحيانا اسباب متناقضه ممكن نختلف على العلاج. بيتضمن
مطمن كل حاجه تقريبا، من الصعق بالكهرباء للعلاج بالرأس وشرب الدم لتناول العقاقير اللي زي البلادونه او الاتروبه والسموم اللي زي الاستريكلين. انا يا عزيزي مش بقول لك اي كلام، هناك حالات مسجله بالتاريخ حصل معاها ده. مش محتاجين نقول ان كتير من الاستراتيجيات العلاجيه دي كان بيعجل بموت المريض. يعني الراجل جاي لك خايف من الميه، ثم رقصه وصعقه بالكهرباء ومشربه دم، ولو بيجي من دول تديله سم ده يا اخي فكر شويه هيبلع السم بايه. وفي حالات يا عزيزي حصل معاها ده متسجله في دوريه لانست شخصيا في القرن التاسع عشر، لحد ما جه عمنا لوي باستور وقرر يعالج الطفل جوزيف مايستر من عضه كلب بانه يديله 14 حقن. مايستر خف لانه اتلقح او اتطعم. باستور افترض ان الهيدروفوبيا عدوى فصل الفيروس المتهم وقتل وحضر منه حقن ياخدها المعدود عشان جسمه يكون اجسام مضاده. لوي باستور في 1885 عمل حاجتين مهمين، اكتشف مرض السعار الريبيز وان الهيدروفوبيا مجرد عرض له. دي يا عزيزي كانت لحظه تأسيس علم الميكروبيولوجي. هي دي يا ابو احمد ايه السيجنيفيكانس؟ ده عزيزي علم تأسس على عضة كلب. يومها يا عزيزي الهيدروفوبيا انتهت كمرض، ولكن كلمة فوبيا هتكمل معانا وتبقى كلمة منتشرة ودارجة في كلامنا الطبي والاجتماعي كمان، بل وهتستمر لعقود طويلة. فوبيا هي مقطع لاحق، يعني سافكس بدأت من الميثولوجيا الإغريقية، الأساطير يعني، ظهرت كاسم للإله فوبوس، إله الخوف، ابن أرس وأفروديت. أبو حميد بيتقابلوا في النادي الاجتماعي، بشوفهم. يعني يا عزيزي لو أنت مهتم بشجرة عيلة الآلهة الإغريق وعايز تناسب منهم، الخريطة دي تهمك. خد بالك بس يا عزيزي لو هتناسب حد من عيلة الريح، خليني أقول بس إن عادته مش حلوة. فكرة الرهاب أو الخوف المبالغ فيه من أشياء أو حيوانات أو مواقف هي شكوى نفسية موجودة من أيام أبوقراط في القرن الخامس قبل الميلاد، ولكن يقال إن أول واحد استخدم لفظ فوبيا للتعبير عنها هو أولاس كورنيلياس سيلسس. أمه سميته أولاس يا أبو حميد، كانت طبخة ومحدش كل. أولاس هو عالم روماني اتولد قبل الميلاد ب 25 سنة، واستعمل هذه الكلمة لما صك مصطلح هيدروفوبيا. أما بقى في إحدى رسائل الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا، دون جيمس ماكلولين ناقش تاريخ مصطلح فوبيا ودلالات في رسالة تحت عنوان عاطفة معدية، المخيال الرهابي في الأدب الأمريكي. الدكتور ماكلولين ده تبع استعمال كلمة فوبيا وذكر إزاي تلاتينيات القرن 19 شهدت ميلاد مصطلحات زي فوبيا الألوان، الكالوروفوبيا او فوبيا السود، النيجروفوبيا. ولاحظ ان بدايه الانفصال بين الهيدروفوبيا كعرض لمرض وبين الفوبيا نفسها كانت بعد الحرب الاهليه الامريكيه في البوست بيلم بيريون، يعني ما بعد سنه 1865 على ايد الطبيب النفسي الالماني كارل فريدريتش اوتو ويستفال. ده يا عزيزي كان غالبا الطاقم التدريبي لفريق بروسيا مونشن جلادباخ. خد بالك يا عزيزي الفرقه دي عندها مشكله لو لعبت اتلتيكو مدريد على ملعبهم عشان اسمه استاد الواندا مترو بوليتانو. قصه اسماء كبيره عزيزي انت مالكش فيها، انت عايز تتكلم في الفوبيا صح؟ ارجع لك. المهم يا عزيزي هذا الطبيب سك مصطلح الأجورا فوبيا أو رهاب الخلاء سنة 1871، ومن بعدها توالت الفوبيات كأوصاف علمية لأنواع من الرهاب. ولوي باستور رسالة الدكتوراه بتناقش إن تعبير الفوبيا دخل في اللغة والثقافة والفن والسياسة عن طريق الحوار المستمر، خاصة في المجتمع العلمي في القرن 19 حوالين رهاب الماء اللي هو زي ما قلنا أحد أعراض السعار. والحوار ده انتهى بالانفصال التام ما بين الفوبيا والسعار من بعد اكتشاف لوي باستور. وبعد حوالي 150 سنة كل الناس بقت تستخدم تعبير فوبيا وتعريفه اضطراب نفسي شائع بشكل متبلور وواضح المعالم تماما. التعريف العلمي للفوبيا دلوقتي يا عزيزي او الرهاب النوعي او المحدد حسب الاصدار الخامس للدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات العقليه هو انه خوف او قلق شديد من شيء محدد او موقف محدد. يتسبب هذا الشيء او هذا الموقف دائما في الخوف او القلق، واول ما هذا المريض يجيله هذا المؤثر المخيف بالنسبه له فاما هيتجنبه تجنب تام او هيستحمله بس بدرجه عاليه من الخوف والقلق. حاجه مهمه يا عزيزي، الخوف ده مش متناسب مع حجم الخطوره الفعليه للشيء او الموقف المرهوب منه، كذلك مع السياق الثقافي الاجتماعي. وحاجة كمان، لابد استمرار هذه الأعراض 6 شهور على الأقل، ولابد من تسببها في درجة واضحة من الضيق أو العجز، بيبان في الأداء الاجتماعي أو المهني أو الجوانب الوظيفية المهمة الأخرى. الفوبيا هو اضطراب من عيلة القلق أو الأنكزايتي، والفوبيا شائعة لدرجة إن 7.4% من البشر بيعانوا منه مرة على الأقل في عمرهم، ومعروف إنه بيجي للستات بشكل أكبر. وحسب التعريف أهم حاجتين في تشخيص الفوبيا هما إيه؟ أيوة الله ينور عليك يا عزيزي، عدم التناسب مع حجم الخطورة الفعلية والسياق الثقافي الاجتماعي. يعني الخوف من الأسد ما ينفعش يبقى فوبيا لأن الأسد مخيف لنا كلنا، ده متناسب مع الخطورة الفعلية للأسد، هو مش مجرد حيوان مشعر مربي دقنه، ده خطر. ولكن يا عزيزي بالرغم من كل ده، لو انت مثلا من عيلة الحلم أشهر عائلات السيرك وتربية الأسود في مصر، ففي الغالب مش هينفع نضرب المثل ده أصلا. طفل من عيلة الحلم بيتفطم يربي شبل صغير يكبروا هما الاتنين يبدأ كارههم في السيرك. أو مثلا لو كنت متربي في قرية على أطراف غابات كينيا، قلة خوفك من الأسد هنا
تراكمها سياقات اجتماعية وثقافية. الدليل التشخيصي بيقسم أنواع الرهاب لأربع أنواع، هم دول الأنواع الأساسية والشائعة سواء للأشياء أو المواقف المسببة للفوبيا. أول حاجة الحيوانات زي العناكب والحشرات. رقم اتنين البيئة الطبيعية زي الأماكن العالية للمرتفعات يعني والعواصف. ثالث حاجة الوخزات الدامية، أي شكة تجيب لي دم زي شكة الإبرة أو الحقنة والإجراءات الطبية والجراحية. رابعا بقى بعض المواقف المرهبة زي الطيارات والأسانسيرات والأماكن المقفولة والأماكن الزحمة. وفي مساحة لنوع خامس وهو أشياء ومواقف أخرى. مواقف وأشياء ما بينتموش لأي بند من البنود اللي فاتت بس وارد يسببوا فوبيا. عايزين مشاهد الجميل، أي مرض نفسي عشان يتشخص لازم تكون الأعراض عاملة ضيق شديد وعجز اجتماعي أو مهني. معلش يعني ما كلنا بنعرف من الصراصير وبنخاف من النوع اللي بيطير في وشنا، بس في الغالب بنتعامل بالشبشب بقى بالمساحة الشرشوبة، كل واحد على حسب سياقه الاجتماعي والثقافي. ولكن اللي يرفض إنه يبات في شقة احتمال يكون فيها صرصار واحد صغير مستعد يبات حرفيا في الشارع في عز البرد، فده مريض ومحتاج علاج نفسي. للأسف يا عزيزي العلم مش عارف ازاي الفوبيا بتحصل لحد دلوقتي. في نظريات عن كونه وراثي، وفي نظريتين اساسيتين، يا اما خبره قديمه عاش المصاب سواء كان واعي بيها وفاكرها او لا، يا اما استبطان لخبره حد تاني، وده اللي بيسموه الارتباط عبر النموذج. انا بسميه بالبلدي اللي يشوف بلاوي الناس، ده انت يا ابو عماد سكته سكته على وشه. عشان تفهم الارتباط عبر النموذج، تخيل واحد شاف صاحبه بيغرق، هو هنا ما غرقش ولا نزل المية اصلا ونسي مايوه في البيت، بس شاف قدامه نموذج بقى عنده خوف من المية او خوف من الغرق. في نوعين كمان من الرهاب او من الفوبيا مستقلين غير الرهاب النوعي البسيط. الرهاب الاجتماعي او اللي بيسمى النهارده اضطراب القلق الاجتماعي او المعروفه بالسوشيال انكزايتي ديس اوردر، واللي واضح من عنوانها انه مرتبط بالوجود وسط ناس، حفله بقى، برزنتيشن، محاضره، حتى الاكل في المطاعم او استخدام الحمامات العامه، الحمامات العامه النظيفه. ورهاب الخلاء لو تفتكروا ده الرهاب اللي وصفه الدكتور واستفان، مش ده بتاع بروسيا يا ابو حميد؟ عايزين تصدق ده كان افيه، مش عارف اهزر معاك يا عزيزي والله، خايف كل حاجه تاخدها على محمل الجد. رهاب الخلاء يا عزيزي حاله مؤسفه جدا، ممكن تدفع المريض او المريضه وهو ده الاكثر شيوعا انها تلتزم بيتها واوقات تلتزم باوضه نومها وسريرها بس لسنوات واحيانا لعقود. الرهاب يا عزيزي علاجه مش صعب، بالاساس هو علاج نفسي سايكوثيرابي بيتمثل في السي بي تي او ما يعرف بالعلاج السلوكي الادراكي. العلاج السلوكي الادراكي ده يا عزيزي بيتم بتعريض المصاب بشكل تدريجي المثير المرهوب، الحاجه اللي هو بيخاف منها، من خلال جلسات تبدا بعض صوره خطف كده على السريع وتنتهي بتعريض المصاب بالشيء اللي هو بيخاف منه، تعبان مثلا او عنكبوت كبير وحقيقي يمسكه في ايديه. وبالتوازي يتم تنفيذ تقنيات تهدي المريض زي تشغيل مزيكا هاديه وغيرها بقى من تكنيكس. ده العلاج بالتعريض او ما يسمى بالاكسبوجر ثيرابي. محمد احنا اتعودنا ان اي حاجه ليها مشاكلها وعيوبها، صح؟ قول لنا بقى ايه مشكله العلاج بالتعريض دي وليه ما يعملوش العلاج بالسيروهات؟ المشكله يا عزيزي في العلاج بالتعريض غير ان في اراء في الطب النفسي الحديث بتقول ان ده مش بيعالج اصلا. ايه الطب النفسي الحديث بيقول كده؟ ليه متضايق يا عزيزي؟ هو العلاج كان بيعرض لك انت وانت اللي بتحطها في ايه يا عزيزي؟ عادي علاج والطب بينتقده. تعالى عزيزي بقى معايا اقول لك النظريه الحديثه في الطب النفسي الحيوي البيولوجيكال سايكياتري. ازاي هذه الطريقه بتفسر الخوف والقلق؟ الموضوع مرتبط بالذاكره وطرق بناءها. على مدار قرن كامل عزيزي كان تصور الطب عن تكوين الذاكره سهل. التصور بيقول ان المعلومات بتتخزن في الذاكره قصيره المدى تاخد وقت طويل تتطور وتتحول مع الوقت الى ذاكره طويله المدى. عمليه بسيطه، الذاكره بتقوى وبتثبت وما ينفعش تغييرها لما توصل من المرحله دي للقوه، وده اسمه الميموري كونسوليديشن. ولكن على مدار العقدين اللي فاتوا الابحاث اثبت لنا ان العمليه دي مش اتجاه واحد وخلاص، لان الذاكره حتى الثابته دي لما بننشطها ونستعيد الاحداث بتمر بمرحله من اعاده التشكل وتثبت في صوره جديده، تمر بلحظه شبيهه بلحظه تكوين ذكريات جديده. وعشان كده سموا الظاهره دي اعاده تشكل الذاكره او الميموري ريكونسوليديشن، زي ما ذكرت ورقه بالعنوان نفسه في دوريه كارنت بيولوجي سنه 2013. بس خد بالك يا عزيزي الكلام اللي انا قلته لك ده بالنسبه للذاكره العاديه، ذكرياتك القديمه في مدرستك الابتدائي مثلا، ذكريات 10 سنين عدوا من عمرك عادي. ولكن بالنسبه بقى للذكريات الاليمه فالموضوع مختلف. عمرك يا عزيزي سالت نفسك ليه بتنسى مكان محفظتك بس لا يمكن تنسى لحظه اعتداء او حادثه قديمه حصلت لك؟ وليه بنت ممكن تنسى كل تفاصيل حياتها بس تفضل فاكره ذكريات محاوله خطف لا قدر الله وتتكرر قصادها وتعمل فلاش باكس قدام عينيها زي ما بيحصل عند مرضى الـ PTSD؟ لأن القلق والخوف بينشطوا الذاكرة العاطفية عشان بيعلوا نسبة مادة اسمها النيورو إبنفرين في المخ. المادة دي يا عزيزي تبقى أخت الأدرينالين، يعني يا عزيزي عشان لو عايز تطلع لهم قطع عائلي. وده يا عزيزي بيعزز التعلم العاطفي أو الإيموشنال ليرنينج. هنا المخ بيكون ذاكرة خوف مش ذاكرة عادية زي ما كان محفظتك لما نسيته أو كلت إيه إمبارح. وعشان نلم يا عزيزي الموضوع بدل ما يزروت مننا علميا ونلاقي المصادر بقى والهايبر لينكات حوالينا في كل حتة، خلينا نقول باختصار إن تكون الذاكرة الأليمة مختلف عن تكوين
الذاكره العاديه واستعادتها اللي هينتج عنها اعاده تكوين ريكونسوليديشن، برضو بيحصل في جو من القلق والخوف، ده غير افراز النيوروبينفرين اللي بيعزز الخبره الاليمه، فكل ما تشوف صرصار يطلع نيوروبينفرين في المخ، فكل مره يحصل اعاده تكون وتقويه للذاكره الاليمه. قلق، رعب، حلقه جهنميه ما بتخلصش. نرجع يا عزيزي للسي بي تي عشان بعدنا عنه وأثرنا في حقه جامد. العلاج بالتعريض التدريجي مش بيمحو الذاكرة الأليمة، الناس اللي كانت فاكرة كده يعني. ده عزيزي بيشتغل على تكوين ذاكرة جديدة ما فيهاش خوف، بس هذه الذاكرة تكون بالتوازي مع القديمة، ويخلي الحالة بتاعتنا تتصالح مع وجود الذاكرتين الوحشة والحلوة. أما بقى من عيوب السي بي تي فهو وجود احتمالات لرجوع العقدة أو الفوبيا دي بعد فترة. ده اللي اتكلم فيه الدكتور ريتشارد فريدمان أستاذ الطب النفسي الإكلينيكي. إيه؟ أستاذ الطب النفسي الاكلينيكيلي يا ابو حميد، وعايزين راجل دكتور نفساني عديها. استاذ الطب النفسي سنه زي اقولها، استاذ الطب النفسي الاكلينيكي كلينيكال سايكاتريست يعني اختصار، في جامعه ويلكورن. فريدمان كان بيحكي انه جاله حد عنده نوبه هلع، والنوبه دي جات له قصاده اثناء ما كان واخد اجازه في منطقه جبليه في كوستاريكا. الراجل ببساطه شديده كان عنده رهاب المرتفعات الاكروفوبيا، وكان الحمد لله اتعالج من سنه بالتعريض ونجح عن طريق السي بي تي، ولكنه لما طلع على جبل تاني زي ما تقول كده رجعت له الحاله. فريدمان في مقال مهم ليه على نيويورك تايمز كان بيدافع عن توجه جديد لعلاج الفوبيا، توجه كيميائي او دوائي، ليه ما نعرضش المريض للمثير اللي بيخاف منه، وفي اللحظه المتوقعه لاعاده تكوين الذكرى الاليمه الريكونسوليديشن قلنا عليه، نقوم بسرعه قافلين على تاثير النيورو ايبينفرين، فتتكون لنا الخبره الجديده من غير خوف. فاهم يا ابو حميد؟ ببساطه شديده انت عندك حاله نفسيه مرتبطه بوجود ماده كيميائيه، فالدكتور فريدمان بيقول لك مش لازم كل شويه تعيد محاكاه الحاله النفسيه، لا انت ممكن تعيدها مره واثناء افراز الماده الكيميائيه اللي بتقول لجسمك خاف دلوقتي بسرعه يلا، الطب يتدخل يشمر ويحط ايديه ويمنع افراز الماده الكيميائيه دي، فتاخد الحاله النفسيه خاليه من الكيمياء، فالحاجه اللي انت بتخاف منها تشوفها تاني بس انت كسديا مش حاسس باي حاجه. ايه ده سوسار؟ ازيك عامل ايه؟ باختصار يا عزيزي نجيب المريض نحط في ايده عنكبوت ونديله ماده اسمها البيتا بلوكر، الماده دي زي حبوب، فتيجي ماده النيورو ايبينفرين تشتغل ما تعرفش تشتغل بسبب البيتا بلوكر، بالبلدي كده عطلناها، وبالتالي المريض بتاعنا ما يخافش، ولما المريض ما يخافش اثناء تعرضه للحاجه اللي بيخاف منها تتكون عنده ذاكره جديده خاليه من الخوف وتثبت للذاكره دي في دماغه، وهنا العنكبوت يتلغي من قائمه الحاجات اللي بتسبب لك الفوبيا. ما ده بقى نخش بقى على حاجه حاجه. ها عزيزي ان الكلام ده ليس فرضيه نظريه من عمك فريد، وانما هو كان بيحلق على دراسه اتعملت نجحت بالفعل واتنشرت في 2015 في دورية الطب النفسي الحيوي لباحثة هولندية، وفي مقاله عقار للشفاء من الخوف فريدمان جادل ان ده ممكن يكون مستقبل علاج الفوبيا وكمان قرب ما بعد الصدمة ومنهج جديد عموما للتعامل الكيميائي مع الخوف والقلق، حاجة كده تحت شعار خد حباية وقول للفوبيا كفاية. تخيل عزيزي ان احنا بطلنا نخاف من كل شيء، يا دي فكره مرعبه قوي يا ابو حميد، اما خد لها حبايه. مش قصدي يا عزيزي الخوف بتاع الفوبيا ولا حبوب الشجاعه بتاعت ارض النفاق، انا قصدي نبطل نخاف من الحاجات اللي المفروض تبقى مخيفه في الحياه العاديه، اللي قصده ان يتحول الانسان بتاعنا الى انسان فيرلس بيخافش من اي حاجه حتى لو كانت عاديه، بالبلدي كده قلبه قاعد. المثل الشعبي القديم بيقول بنخاف سلم والجاري نص الجدعنه، وعيش جبان تموت مسطور، وشوف لك حيطه وامشي في ظلها. ابو حميد هو مش ده كان برنامج للتبسيط علوم وكده؟ ايه اللي جابنا قعده قرايه الفنجان دي؟ انا قصدي يا عزيزي عشان استخدم التراث الشعبي اقول لك ان الخوف ياما حمى ناس كتير من هلاك، ويمكن يكون سبب لبقاء سلالات وانقراض غيرها. تخيل لو البشر ما بيخافوش من الحيوانات المفترسه، المؤمنين بعلم النفس التطوري زي دكتور فريدمان بيقولوا ان الخوف اليه طورتها الكائنات لمصلحتها. هنا يا عزيزي الخوف بقى مركب جوه البني ادمين هارد وايرد، موجود في طبيعتهم كوسيله للنجاه والتكمله، غريزه زي ما بنسميها، غريزه بتطور مع حياتنا وتربيتنا وسياقاتنا الثقافيه والاجتماعيه. الطفل ممكن يلعب مع الاسد بمنتهى البراءه لحد ما في مره إيه؟ انت مش عارف يا عزيزي ان انا بزقر؟ خد بالك يا عزيزي انا الزئير قديم. هنا يا عزيزي صوت الزئير يخوف الطفل من مجرد ارتفاعه، او ممكن وانت طفل تلعب مع كلب بمنتهى البراءه لحد ما يعض، هتخاف بقى من الكلاب ليه؟ نظريه علم النفس التطوري هتمد كل هذه الامور على استقامتها، وبتجادل ان البشر زي زي الحيوانات تعلموا الغرائز بحد ذاتها وعبر ملايين السنين. في تفسيرات للخوف العام من الضلمه والتعابين او المرتفعات مش هتكون صح، ولكنها افتراضات نظريه واجتهادات. المهم ان نتيجه كل هذه النظريات والفرضيات ان الخوف
الخوف مصلحة. بالفعل يا عزيزي بنخاف سلب. لو بحثنا لغويا هنلاقي ان الخوف مش حاجة سلبية، ومش عكسه الشجاعة ولا حاجة، لا عكس الخوف الأمان أو السكينة أو الطمأنينة. عادي كل البشر بيخافوا ولازم يخافوا. وحميد أمال إيه عكس الشجاعة؟ الجبن يا عزيزي. الرومي الجبن ده يا عزيزي قصة مختلفة تماما. غير الخوف، الخوف شعور ولكن الجبن قرار. ممكن تمارس الجبن بسبب الخوف. خلينا نقول يا عزيزي إن وسط السياق الثقافي بتاعنا بنصف الجبن بأنه قرار مفضول، أي أن هناك قرارات أفضل منه. كان هناك أفضل من الجبن بس أنت خوف، والخوف حركك أو شل حركتك، مش تفرق. هنا اللي ما بيسمحش للجبن إنه يسيطر عليه بيتوصف بالشجاعة، لكن الطفل اللي بيمد إيده للأسد بالشجاع هو بس مش عارف. ده معنى من معاني قول المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. يعني عزيزي محتاج يكون عندك رأي وتفكير عقلانيين قبل ما تقرر تعمل الحاجة. المعرفة أهم من الشجاعة. وكما يقول عبد الملك زنزور: الجرأة حلوة مفيش كلام، ولكن أخذ الحق صنعة وبالأصول، ولا مؤاخذة دخلت السيمة دي لا فيها صنعة ولا هوبت ناحية الأصول. بالنسبة بقى للحيوانات، الغريزة بتبقى المحرك الأساسي. جرب يا عزيزي تعمل دوشة جامدة وأنت شايل قطة على كتفك، وبقى وريني وشك بعدها. مش مجاز، لا وريني وشك بجد عشان مش شايف حاجة. وشك هيبقى عامل زي مول العرب يوم الجمعة العصر، مفيش مكان للراجل ولا الراكب من كتر الخرابيش. القطة هتشوهك، وده لأن خضتها نتيجة الصوت العالي اللي أنت عملته هتحرك غريزة البقاء، وحركتها هتكون غير محسوبة تماما. نفس الفكرة لو زنقت كلب في ركن أو دخلت في المنطقة التيريتوري بتاعته من غير حذر ولا إذن من صاحبه، هنا الغرائز بتحكم. الإنسان خد بالك يا عزيزي هو كمان بيخاف وعنده غرائز. فرق يا عزيزي بين الإنسان والحيوان إن الإنسان قادر يطور من إنسانيته وينتقل من التصرف كحيوان إلى التصرف كإنسان. وهيفضل هناك مثل شعبي يقول له: إن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، ومثل تاني ينصحه إن الجبن سيد الأخلاق، واضرب صاحبك لو هم كتير. ولكن هيفضل الإنسان عنده الاختيار، وهيفضل فاهم ومتحمل مسؤولية اختياراته. ما ينفعش يتحجج بالغريزة أو يلقي بالمعاذير. ستيفن كوفي كان بيقول في كتابه الشهير العادات السبع للناس الأكثر فعالية: ما بين المثير والاستجابة هناك مساحة، في هذه المساحة تكمن قدرتنا على اختيار استجابتنا. ما بين الاستيمولس عنصر الإثارة والقرار اللي احنا هناخده في مساحة، المساحة دي مساحة اختيارنا ازاي هنتفاعل، ازاي هنرياكت. وبيختم ستيفن كوفي جملته قائلا ان في استجابتنا بيكمن نمونا وحريتنا. وده معنى استلهمه الدكتور كوفي من الدكتور فيكتور فرانكلين صاحب الكتاب الجميل بحث الانسان عن المعنى. الانسان يا عزيزي عنده قشرة مخية ومراكز عليا مش عند الحيوان، عنده الخيال والتاريخ والاستبصار الذاتي والقدرة الواعية على تقييم تصرفاته ونقد نفسه. عشان كده عزيزي الإنسان عنده مستويات من الشجاعة والخوف، وعنده فرق واضح بين الخوف والجبن، وهو عارف الفرق ده كويس، وبين الإقدام ومجرد الشجاعة. مش لازم كل الناس تبقى شخصيات قيادية وتغير العالم، طبيعي يبقى هناك قياديين وأتباع. ولا الشجاعة والجرأة والكرم والجود حاجات سهلة كانت الناس كلها بقت عظيمة. وده معنى بيت المتنبي. معلش يا عزيزي جاي معايا متنبي النهارده: لولا مشقته ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. مش مهم السود وتقود يا سيدي، المهم يا عزيزي تبقى انسان. ممكن تبقى انسان طول بعرض خايف من الجوافه، بس المهم تبقى انسان محترم. عشان كده يا عزيزي بصراحه شديده، يعني انا بشكل شخصي يعني مش متحمس قوي لموضوع التدخل الكيميائي في الخوف ده، ولا مستبشر خير بانتهاء الخوف في حياتنا. ده حق لينا. انا اتمنى ان الرهاب الغير مبرر او الفوبيا ينتهوا من العالم، بس شعور الخوف اخاف ينتهي. ظني ان البشر محتاجين، عايزين نخاف اكتر. الرهاب الغير مبرر دي حاجة عرفها البشر من زمان جدا، لكن أكتر حاجة أثرتهم كان رهاب الماء. تخيل إنسان خايف من المية، دي بتمثل 70% من كوكب الأرض. تخيل إنسان خايف من الشيء اللي بيخليه عايش. عشان كده لقرون طويلة فضل الموضوع مسيطر عليهم لحد ما فهموه. الهيدروفوبيا سببه اختلال في الجهاز العصبي بسبب مرض زي السعار، الفيروس اللي بيحب الأعصاب. اختلال بيخلي البلعوم اللي هي القناة اللي بتوصل الفم بالمريء يحصل فيها تشنجات عضلية شديدة الألم مع البلع. تشنجات بتبدأ بمجرد ما المخ يتعرض لأي خبرة حسية متعلقة بالمية. تخيل عزيزي انت متعرض للمية كم مرة في يومك؟ انت بتشوف المية حواليك في الكوكب كله، بتسمع صوت المية طول الوقت، بتشرب مية، بتعمل مية، حياتك كلها مية في مية. وتخيل بقى لما يجيلك مريض زي مريض الهيدروفوبيا ده خايف يشرب لما يشوف كوباية المية اللي الانقبادات المؤلمة دي تشتغل عنده. هنا العيان يبعد ويهرب ويغمض عينه، بيحاول يمنع مخه من تصور المية اللي بتعمل له كل الألم ده. البني آدمين عالجوا الهيدروفوبيا وتكاد تكون اختفت من العالم لما بس فهموها. لكن للأسف كل سنة بيحصل حالات سعار الآلاف بالذات في دولة الهند بسبب انتشار الكلاب الضالة الغير ملقحة. وحتى في أمريكا بيحصل كل سنة شوية حالات بتتعدى على الصوابع، سببها بالأساس الوطويل. ولو المريض ساب نفسه والسعار اتمكن منه ممكن يدخل المستشفى وهو عنده الأعراض النهائية لهذا المرض الشنيع، ومن ضمنها الهيدروفوبيا. واحتمالات نجاة المريض بعد وصوله ليها تكاد تكون معدومة. ورغم إنها كانت الأصل للمصطلح، إلا إنها مش بتعتبر نوع الفوبيا بتاع النهاردة. وبيفرقوا بينها وبين الأكوافوبيا اللي هي عبارة عن رهاب نفسي بسيط من المية يمكن تشخيصه ومعرفة أسبابه بل وعلاجه
السي بي تي بمنتهى السهوله وملوش اي سبب عضوي او خطوره، الا بقى لو ما اتعالجتش وفضلت خايف تستحم وقررت تعيش زي الفنان عسوي بوهيمي تفعل ما يحلو ليه، ساعتها هتبقى خطر على اللي حواليك. الفوبيا يا عزيزي غير اضطراب نفسي، وده لا يعيب المضطرب، وكلنا ماشيين على اربع فرد هوا في الدنيا، والمهنه ملهاش كبيره صاحبي. اما بقى الخوف الطبيعي المبرر فده يمكن يكون هو دافع للبقاء والاستمرار. جميل جدا يا عزيزي مصطلح حلاوه الروح للتعبير عن غريزه البقاء. الانسان يا عزيزي كائن ارقى، عنده القدره على الاختيار، وفي لحظه ما مهما كنت شجاع او جريء، مقدام او جسور، ممكن تضطر تفر، تهرب، ولو فرار اولي فر يعقبه كر، انسحاب استراتيجي. بس كده يا عزيزي، اخيرا يا عزيزي بس تشوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجديده، تنزل تبص على المصادر، واحنا على اليوتيوب نشترك على القناه. عارف يا عزيزي اكتر حاجه انا خايف منها؟ ولا حاجه مش خايف. خليني يا عزيزي في نهايه هذه الحلقه استدعي نكته نقلت عن وودي ألن، ان سؤال مامته الاطفال بيجوا منين، وير بيبيز كيم فروم، فهي سمعته وير ريبيز كيم فروم، من اين ياتي السعار، فقالت له لو عضنا كلب. بيقول لك ان هو الاسبوع اللي بعده كان ماشي في الشارع ولقى واحده ولدت ثلاث اطفال توأم، قال يا دين النبي ده اكيد كلب كبير قوي 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 عضها. بحب الاطفال يا عزيزي. بس يا عزيزي اتمنى ان تكون النكته فرحتك، واتمنى ان انت تشوف اكثر افلام لودي ألن. وعندي نصيحه بيقولها ليك الفنان محمد فؤاد، ويا تاني تخاف اوعى تخاف، لا 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 اوعى تخاف اوعى تخاف يا قلبي.